ما فماش تشريك في المنتخب. أنا ليامات اللي عديتهم، الثمانية سنوات اللي عديتهم المنتخب، المبدأ الأول هو تجهيز المنتخب للحدث. الحدث القريب بالنسبة للمنتخب هو الشان حبوا لنك، ولو أنه أنا مش مقتنع بالكمبيتيسيون هذية، والرالي ما عنده حتى صلوحية لتحسين مستوى منتخبنا. أنا نعرف مليح اللي المنافسين اللي باش نلعبوا ضدهم. الحدث في حد ذاته ما نجم كان يقلق تحضير المنتخب الرسمي كسؤال كاس العالم ولا كاس أفريقيا، وبالتالي الشان هذية ما عنده حتى دخل. لكن نرجع بويسكو تعملت الشان وباش تتلعب، كان من المفروض أنه مباراة ودية تصير أسبوع قبل مباراة ليبيا يوم الاثنين تكون تحضيرية للحدث اللي هو المباراة اللي بعدها اللي هي رسمية. ولو قلت لك أنا ضدها المباراة هذه نتاع الشان، ولكن نشوفوا الفريق في تركيبته كان متكون تقريبا في شطر فوار أكثر من لاعبين محترفين اللي مش باش يكونوا موجودين في إجباريا في الشان، يعني نهار الاثنين داكو كان فما دي ميكانيزم أوفنسيف عمل يبشروا بالخير كسوسوا من كاميوس، واللعب هذا كنا ديجا عيطنا له من عهد اللي كنا في المنتخب مع كويلو كان جاء معنا، لكن ما بطبيعة ما كانش في طريق باسترسال. كذلك الخزري أعطى مردود طيب المساكني وثم الخنيسي، لكن الشيء اللي قعد مفقود هو النسق الجماعي أو النزعة الجماعية على المستوى الدفاعي. شفنا خلل منذ الشوط الأول، لكن شفنا الخلل تفاقم أكثر في الشوط الثاني، والتغييرات اللي صارت بكل صدق خلتني أمتيبو أولا يجب نعطيه كل ذي حق حقه في التشكيلة. لما شفنا النجاز كنا نتصوره ولو لأنه اللاعب متاعنا بتبيعه واللي مش خطر ما فهميش عاطفة، لكن لأنه قيمة ثابتة بصراحة بالضبط. حتى واحد في تونس حاليا ما نجم يشك في قيمة حمدي النجاز في المركز نتاعه وخاصة الفعالية نتاعه. فجأنا نلقاه حمدي موجود على البنك، مش تنقيس من قيمة المثلوثي، لكن وجوردو جوردوي النسق نتاع المباريات، الأحداث اللي عاشها النجاز على المستوى الإفريقي على المستوى الوطني، كل المباريات اللي لعبها في الصائفة واللي هي ما افيك دي تينور دو فوتبول افريكان اي تونيزيان تخليه اون برانسيب سحب المركز. وانا ما فهمتش كيفاش الناخب الوطني ما تفطنش للشيء هذا. هذا من ناحية. من ناحية اخرى نشوفوا كذلك على مستوى التغييرات دخول خالد يحيى في مركز نتاع كمهاجم راس حربه، قضينا عليه اللاعب بالطريقه هذه الور كو نعرفوا اللاعب هذا هو عنده قيمه خاصه على الاروقه، هو لاعب رواق ممتاز وهذه القيمه نتاعه، نلقاوه في شكل مغاير تماما للشكل اللي نزل فيه. هذوما اشياء خلت ربما المنتخب ما يكونش في الوجه اللي شفناه. ثم كذلك سامحني سي رضا، مازال تحكي على التغييرات، مطلوب ديما في المنتخب انه الحارس المرمى ديما يلزم تغييره في المقابلات الوديه. هنا مفاجاه اخرى بو ما نعرفش السبب، لاني مازال ما نعرفش اكزاكتومون علاش قام التغيير، لكن كان من المفروض البلبولي يواصل، هو احسن حاجه انك تواصل على مستوى حارس المرمى لما يبدا المباراه. التغيير ما نعرفوش، انا واحد الناس نعرفش السبب نتاعو علاش، اسكو طلب من الحارس ولا ارادي من الممرن. اذا كان ارادي في تقديري ماهوش وقته، لانه كان من الاجدر تثبيت الحارس المرمى الاساسي خاصه انك بديت به، والدليل شفنا مليح انه في بعد دخوله بن مصطفى ظلمه لانه اخذ زوز اهداف وواحده يتحمل فيها المسؤوليه 100% بطبيعه الهدف الثالث، لكن الهدف الثاني هو مسؤوليه جماعيه يتحملوا فيها كل اللاعبين بطبيعه الخطا الدفاعي. وهنا نحب نقول حاجه اللي كون صحيح لعبنا بان بوتونسيال اوفنسيف لاباس به كما قلت لك في الاول على الاقل باربع مهاجمين واللي كنت نردد لك في اساميهم كاميه وش اسمه الخزري والخنيسي والمساكني، لكن يزمك تعرف حاجة تعرف ويزم يعرفوا السادة المستمعين، نجاحنا في المنتخب أحببنا أو كرهنا في الفترات نتاع العز وحتى في الفترات الأخرى أخذت 78 ما نرجعش خطر بعيد ياسر، كان بفضل الكتلة الدفاعية المتماسكة نتاع الفريق. أحببنا أو كرهنا هو مبدأ صحيح يفو ديفوندر ونتاكون، لكن لما في المنظومة عندك لاعبين ما يدفعوش راهو ما تنجمش تنجح في إفريقيا مهما يكون اسم المنافس حتى ولو كان اسمه الجابون.